السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. نرحب بمشتركاتي الجدد، نقول لهم اهلا وسهلا بكم معنا، ومشتركاتي القديمات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكون يعني تكون اموركم كامل لاباس. اليوم حبوباتي جيت نشارك معكم روتيني الاسبوعي للعنايه بالقدمين. هذا الروتين انا نديرو كل نهايه اسبوع، نديرو يعني كل اسبوع ندير روتين خلاف على الروتين هذا. هذا من الروتينات اللي نستعملهم في نهايه الاسبوع للعنايه بالقدمين. ممكن الحاجه الاولى اللي نحتاج هنا معجون الاسنان، اي معجون اسنان يكون متوفر عندكم، ونحتاج شيتا اللي نغسل بها الاظافر تاعي. هنا تقدروا ديروا تكون عندكم شيتا تاع دونتيفريس تكون قديمه تخلوها غير الاظافر تاع الرجلين. ونحتاج هذا المبرد اللي نقدر نوسي به نحي به الجلد الميت على الاظافر تاعي تاع الرجلين. هذا بالنسبه للخطوه الاولى تاع الاظافر تاعي تاع رجليه. اما الرجلين تاعي واش نحتاج ماء يكون ساخن. انا هنا الماء راهو ساخن، ونحتاج عصير ليمون مع شرائح تاع الليمون، ونحتاج ملح خشن. واللي ما توفرش عندها الملح خشن يعني تقدر ديره ملح تاع الطعام. انا هنا قبل ما ندير رجليا في الماء هذا، رايحه ندير عصير ليمون تاعي وشرائح الليمون تاعي هنا في الماء، وندير عليه المغرفه تاع الملح الخشن. انا هنا يعني دوك مانيش حنروح لرجليا ديريكتومون، رايحه قبل نقل الاظافر تاوعي قبل بمعجون الاسنان، نغسل الاظافر تاوعي ومن بعد نحي الجلد الميت هذاك اللي في الاظافر تاعي داير بالاظافر تاوعي، وبعد ذلك ندخل رجليا في هذا الماء. ندير رجليا في الماء هذا لمده نصف ساعه، ونحك الرجلين تاوعي بالشرائح هذو تاع الليمون، وبعد ذلك نشف رجليا ونرطب اي كريم مرطب اللي تستعملوه للرجلين تاعكم. كان هذا هو حبوباتي انا الروتين تاعي الاسبوعي اللي نستعملو رجليا. قلت لكم هذا روتين من روتينات التوعيلين مالفا نستعملهم، نتمنى تجربوه وتعطوني اراءكم عليه. كان هذا الفيديو تاعي تاع اليوم، شارينا عجبكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كالعاده، وتفعلوا مرات القناه، ادعوكم الاشتراك بها، وانتظروا فيديو اخر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.